تم المنتدى العالمي للجهاد. هاد السنة غيتنظم في المغرب، والموضوع الأساسي ديالو كيرتبط بالاتفاقات الدولية الثلاث اللي هي عندها علاقة بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتنمية الحضرية. الهدف من هذا اللقاء هو تضابط كيفية تفعيل دور الجهات في التفعيل ديال هاد الاتفاقات الدولية، ثم تبادل التجارب بين الجهات في هذا المجال. تنظيم هذا الملتقى في المغرب هو فرصة لإبراز النموذج المغربي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، المجهود اللي كيقوم به المغرب في استعمال الطاقات المتجددة والنزاعة الطاقية، وهو كذلك فرصة بشكل عام لنعرف الناس بالنموذج ديال الجهات المتقدمة في المغرب ويعرفوا الدينامية اللي كيعرفها المغرب. وغادي يكون واحد العدد مهم ديال الجهات من مختلف القارات ديال العالم اللي غادي نستقبلهم إن شاء الله في هذا الملتقى.